الحادث أقول أن هناك عملية رصاص لا تزال متواصلة، البحث عن الجهة التي تقف وراء العملية أيضا جارية، رغم أن المؤشرات الأولية تؤكد بأنها القاعدة من خلال التعرف على الشخص المناسب. أيضا هناك العملية تبادل لإطلاق النار التي حصلت، الاشتباكات التي حصلت في محيط البوابة قلت بالمناسبة تبعد عن المبنى، مبنى القصر الذي يقع في تل حوالي 600 إلى 800 متر، وهي البوابة على الشارع الرئيسي. في هذه المنطقة فيها مجموعة من الأحراش حصلت الاشتباكات، ويعتقد أن عناصر مسلحة من القاعدة، وهذه أتت العملية بعد أقل من ساعتين من خطاب الرئيس عبد الرب منصور هادي، أول خطاب ألقاه للأمة في مجلس النواب، وأكد فيه بأن الحرب أنه سيواصل أو ستستمر الحرب على القاعدة، وأن الحرب على القاعدة واجب ديني، وأن الرجل سيدخل بمواجهة ربما أشمل مع القاعدة، لا سيما وأن محافظة أبين التي ينتمي إليها الرئيس الجديد هي محافظة واقعة تحت سيطرة القاعدة بنسبة كبيرة. طيب حمود، إذا أردنا أن نتحدث عن الحصيلة التي ذكرناها في الخبر، ذكرنا أن هناك 20 جنديا و8 جرحى سقطوا أثناء هذا الانفجار، هل هذه الحصيلة هي نهائية؟ ليست نهائية، هناك حسب تأكيد مصادر طب أن ارتفعت المحصلة إلى 30 قتيل تم إسعاف أو نقل جثثهم إلى مستشفى ابن سينا في مدينة المقلة، بالإضافة إلى أكثر من 20 جريح حسب مصادر عسكرية تقول بأنه تم إرسال مروحيات إلى مدينة المقلة من صنعاء بهم إلى صنعاء، وعملية الإسعاف الضحايا سواء من الجرحى أو القتلى لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. طب حمود، ما هي الردود على هذا الانفجار؟ هل هناك من ردود رسمية على هذا الانفجار، ردود فعل رسمية؟ الواقع حتى هذه اللحظة كل الأطراف تعيش لحظة الحدث والجريمة التي ارتكبت، ليس هناك رسمي صدر عن السلطات الحكومية سوى إعطاء بعض المعلومات عن طريق مصادر أمنية، لم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية اليمنية ولا من أي جهة أمنية، فقط مصادر أمنية محلية التي تزود وسائل الإعلام بهذه المعلومات، يصدر موقف رسمي من الجانب الحكومي، لكن في كل الأحوال عمل أعتقد مستنكر، وكل الناس سيكون موقف مضاد من هذه العملية. حمود منصة.